جابني في الليل ايه قريب معايش. قال لي عاود تعشى، قال لي ربيع فين غادي بك؟ غادي بيلطا. قال لك زيد تعشى معايا. ما تعشيش هذاك، ما كليش الماكله ديال اها ومنين دخلتي معاه للدار شنو وقع؟ واحد ديال الحوايج كاملين حيدك الحوايج صحه صحه كامل كلشي. ضربك بغى يضربني، بغى يذبحني، قال لي نذبحك ياك شدني صحه باش. ضارب معاه لا ما تغوت لقيتش عليك. نضرب معاه، ما غزلنا غير نضرب معاه، لا غوتي درتي بديتي كتغوت. لكن غوتو وهاد الدار اللي انت دخلتي فيها ما كان لا مرتو لا ولادو ولا حتى شي حد؟ في الليل ما كان حتى واحد. وهاد السيد ساكن هنايا ولد هاد البلاصه ولد هاد المنطقه؟ لا حمري، هو حمري يعني من اليوسفيه. من يوسفية. وهنايا ما ساكن معاه حتى شي حد؟ لا عنده ولاد، هادو ما ولادو، بنته. هادو بنتو ولدو. لا هادو مشات بنته. واخا. والمراه ديالو كاينه هنا كاينة، وهو هرب، نهار هو وهادشي عارفو كلشي هنا بانه كيدير هكا. كلشي عارف، ومول كيتكرفس على الدراري. كلشي. لا ما نبغيش داكشي، ياك بزاف خايب. خايب. شنو هما المعاناة اللي تسبب لك فيهم؟ اش انا كتحس دابا باش كنحس مرض، مرضني هو، خرج لك على حياتك. حرق راجل الحياة والله. شفتي الطبيب؟ شفت الطبيب اللي سرت فيك والدواء باقي عند جدرمي. جدرمي يخرج وقلبوا عليه. لما خرج ما لقاوش دعوا لمام. هو ما لقاوش. الله ما لقاوش، هرب. وكيقلبوا عليه دابا. كيقلب على المنظر. انا لا دخلت انا جديد. انت يلاه جيتي قريب؟ يلاه جيت. يلاه دابا عاد جيتي. لا شحال دخلت تقريبا المده باش جيتي للزاويه؟ شي شهر درك انا هنا. ومناش كتعيش وفين ساكن ما ومع مين؟ كيعطوني الناس ما ناكل. يعني ما عندك لا والدين لا حتى شي حاجه؟ لا والدين ولا ما كان الهيب شكل. انت الاصول ديالك منين؟ من تفرو يدوس ملاه. من تفرو. والديك فين هما؟ ولدي راه تم. تقدر تعاود لنا على القصه ديالك انت كيفاش توصلتي للزاويه؟ يعني الحين جاب مني واحد من الموطو، جاب مني الدروز، جاب مني عجم، قال لي حنت قال لي حطني واحد من الكاميو، جاب مني من بوسكوره حطني جد زول من عجم وهو زاد بحال. واش انت اش كنتي كدير في بوسكوره؟ كنت خدام عند واحد سرح له ما عطاني ثري. كنتي كتسرح؟ كيستغلوني فابا. واخا كيطرى عليك حتى جيتي من تفراوت كيفاش تخرجتي؟ لا جا من السمسار، هو السمسار اللي دار لي المشكل. كيفاش جابك عند السيد باش انت تخدم ليه؟ في الاخر ماك جرى عليا صافي، قال ما نخلصش بنصيفطو للحبس. بغيتي يمشي للحبس؟ يمشي للحبس، ما عمره يخرج منه. واخا قرب الميكروفون. ما عمره يخرج منه. ما عمره يخرج منه. ما عمره يخرج. اولا عرفنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعن طريق الاصدقاء، سقنا الخبر باللي واحد السيد متشرد وكيعيش في وضعيه هشه، اختصاصه شي سيد كيمارس مهنه خراس، مع جميع احتراماتي لمهنه الخراس. هاد السيد مسكين سمعنا باللي راه تكرفس عليه وباللي رجال الدرك الملكي راه خرجوا وداروا الدور ديالهم، وكاين تعاطف ديال المجتمع المدني وتا الناس الشباب تاع رجال الدرك الملكي، حتى السيد وكيل الملك وكيل جلاله الملك مع كامل احتراماتي وقف هذا الموضوع وعطى تعليمات صارمه باش يجيبوا السيد، ولكن هذا السيد هو دابا في حاله فرار. حنا اللي بغينا ان بحال هاد الحالات ما يبقاوش يوقعوا، لان كيكونوا الضحايا ديالهم هاد الناس اللي هما في وضعيه هشه. دابا هاد السيد مسكين شكون غيدافع على الحقوق ديالو؟ الا تعرض واحد يعني ساكن وعايش مع والديه لهاد الوضعيه كيسوفري، فما بالك بواحد في حاله تشرد. احنا بصفتنا شباب كنمثلوا المجتمع المدني وعصاب حقوق الانسان، انا منخرط في جمعيه الشعاع، منخرط في العصبه تاع الدفاع عن حقوق الانسان وحمايه المال العام. يعني احنا ما بغيناش هاد الشيء يبقى يوقع، لانه ما كيشرفناش كابناء سيدي اسماعيل، كيضر حتى بالسمعه ديالنا كمغاربه، كمغاربه بصفه عامه، لا محليا ولا وطنيا. يعني عيب حشومه هادشي انه يكون باقي واقع بحق. كلمه اخيره حيت كدور واحد الشائعات باللي هاد السيد فايت منه دار جوج حالات بحال هكا وخرج منها سالما. ها هي واحد السيده كتاكد الاقوال ديالي، مجاره ديال هاد السيد، كنلتمسوا من السيد الوكيل العام يعطي تعليمات صارمه باش العداله تاخذ المجرى الطبيعي ديالها في هذه الحاله، باش ما يكونش افلات من العقاب. بحال هذا خاص يشدوه بالنسبه للضحيه، بحال هكا مسكين بحال هكا مريض خاص ما يديرش، وراجل كبير كان ولاد الزاو خاص يشدوه ولي يدير هذا العمل بحال اشوا لينا حنا في هذه القبيلان المنطقه والزاويه وكلشي، ومغاربه مسلمين حشومه خاص ما يكونش هكا. عندنا كاع هادشي اختي حرام يكون عندنا هنايا والله، عرفتي راه حطم لنا المعنويات ديالنا كاملين، لا حنا لا ولادنا لا كلشي. ما بقاوش حنا دابا نديرو الثقه نخليو ولادنا يلعبوا ولا يديروا شي حاجه نهائيا، فهمتي؟ يعني حطمنا بمعنى الكلمه.
وراجل بعقله، راجل بعقله بولاده، راجل كبير ماشي شي واحد صغير نقولوا سير المراهقه ولا راجل كبير، يا كيصلي كيمشي للجامع ما كيفوتش الوقت ديال الصلاه، يعني ماشي شي واحد اللي غتنتظري منه باش غيدير هذه الحاله هذه. واختي المهم الله يجعل الحكومه تاخذ لي فيه الحق. راه اون باس معايا انا غنخاف على بنتي، وديجا كاينه ضحيه اخرى. حنا عندنا المشكل هنا ما كيهضروش، يعني الا هضرتي غتعيبي مع دارهم، غتعيبي مع بزاف د الحوايج، ولكن هادشي قانوني خاصو يوقفوا مع الناس، ما خاصش يبقى هادشي، خاصو يبقى عبره. هادشي ولا كيخلي واش راجل كبير ماشي حتى صغير صاحبتي، ما تقدريش حنا عيالات وما تقبلناش، عنده ولادو غضبانين، عنده بزاف د الحوايج، ولادو كبار، ما عمر هادشي وقع عندنا حنا، ما عمر وقع، اول مره يوقع هاد الحاله. مازال هو ديجا عنده مشكل مع ناس اخرين، نفس الديكور. السيد كون كان كيمارس هذاك الشيء ما غايقولهاش، ياك ما غايقولهاش. اذا السيد ما كيمارسش هذاك الشيء. انا كنطل مع 12 الليل، خرجت الطفسيل ديال العشاء ودور الساروت، دور الساروت، يعني ما جرش الساروت بحال هكا، جر الباب بحال هكا، دور الكونتاك، دور هكا هكا، شافني كنطلين دا الطفسيل ديال العشاء. الصباح كنسمع الناس كيقولوا راه كاين الغوت، راه كاينه كاينه كاينه، راه تكرفس على داك السيد. وهذا مسكين ماشي مشرع، غنقول مشرع غنحكم عليه. المهم كيعيش معنا هنايا، ديما الدراري مجموعين عليه تما، ديما يعني قريب لينا هنايا. استغل هذيك الفرصه، وحشومه صاحبتي، حشومه، راه راجل راه كبير، راه ماشي دري صغير ولا اللي غايدير هاد الحاله، راه راجل راه كبير، راه حشومه، راه ما خاصش هادشي يوقع، ما خاصش هادشي يكون. واذا على هاد الحساب حنا العيالات نمشيو ندفنوا روسنا، من ولات هاد المراسه كتمارس على الرجاله، حنا عيالات اش غنديروا؟ راه بزاف، راه بزاف. انا عندي بنتي دابا ما نقدرش نخليها، كتبقى خايفه، كتقولي راجل وتغتصب عادي دريه، عادي بنت شنو؟ شكرا لكم، وشكرا للدرك الملكي اللي خدمت ودارت هي مجهوده، وعوان السلطه وكل شيء غاروا على هاد الولد المسكين. وانا كنهضر معاك دابا راه مغلغل، والله ما نكذب عليك. المهم الحاجه الواحده اللي نوصل، المهم ما بغيناش نسكتوا على هاد الشيء، انا كنت خارج ما كنكونش في الدار ديالي، كنت خارج خدام، جيت المدام بغات تخرج لي العشاء ديالو، كتشوف الخراج هو اللي قال لي غتمشي معايا، قالت لي فين غادي بالدري، قال لي غيمشي يتعشى لعندي. ملي جابوا الغد ليه وقع المشكل، جيت هنا لقيت الدرك الملكي هنا، وهذا هو اللي كاين اختي. وانا راه كنشكر الناس ديال سيدي اسماعيل كاملين. السيد مشى بوحدو برجلو لعند الدرك الملكي، مشى بوحدو، داو الدرك الملكي، داو الجديده على الطبيب الشرعي، دار ليه سيرتيفيك. المهم وقفوا مع الدرك الملكي، والناس قاعد تتضامنوا معاه، وكاع غاروا عليه. نطلبوا بحق هذا السيد، بغينا الدرك الملكي والناس يتحركوا على هذا الشيء، يشوفوا لينا هاد الحل كيفاش داير، باش حتى حنايا يتحدى عندنا هادشي، ما خصوش يكون. ايوا هذا هو اللي كاين، وكنشكركم اختي.